العشرق، هذا العشرق طبعا ارتفاعه ما يتجاوز 40 سنتي تقريبا، وشبيه للسنة جدا. طبعا ما هو استثمار او بداية، سبحان الله. شوف الثمر هذا اخضر باقي للمصفير، طبعا كأنه السنة بالضبط، لكن الاختلاف وش هو فيه؟ لو نلاحظ الثمرة، هذه الثمرة يعني وش مثل الصوت، لاحظ الهواء يكون حركة، شوف هذا قليل صوته لما يبي الثمرة. لو لاحظنا الثمرة الآن نفس السنة، لكن شوف هذه واضحة الاعتكافات والانحناءات، سبحان الله. هذا ثمرة الورد الزهر نفسه، بس الاختلاف اللهم في هذه فيها تعرجات. السنة أملس، السنة هذا أملس، أملس واضح. العشرق في هذه تعرجات أيضا. الورق، ورق العشرق كما نلاحظ الآن دائري، الرأس هنا دائري، شبه دائري أو نص دائري. السنة وش يكون؟ يكون مثلث، يكون مثلث مثل الصورة السابقة. طبعا سبحان الله لما يجي الليل سبحان الله يسكر، لما يجي الظلام يسكر كذا، يسكر مثل هذا. طب لعلنا نجد إن شاء الله أخرى، هذا سبحان الله مسكر ثانية. هذا العشرق، هو فرق العشرق من السنة، هذا هو. أنت أشوف سبحان الله على شكل نص دائرة. طبعا الرائحة وكل نفس السنة، رائحته نفس رائحة السنة. هذه عشرة أخرى، لو لاحظنا ثمرها مصفر الآن نفس الثمر، هذا وردة سبحان الله. شوف الورق، هذه العشرة، هذا العشرق، هذه عشرة واضحة، وعين ثمر أخضر. لاحظنا الثمر سبحان الله، شفت الحدود كيف؟ خلاف السنة، السنة يعني هذا مسطح وليس فيه تعرجات وحدود في ثمرة. هذه الورقة الزهرة وردته، هذه براعمة كما نلاحظ. طبعا احنا في وقت غير ربيعي، فلذلك شوف سبحان الله الورقة كيف دائرية، رأسها يعني الشكل البيضاوية، خلاف السنة تجي مثلثة. سبحان الله الآن علشان بعد العصر بدت تغلق، شفت الأرق كيف بدأ يغلق، بدأت تغلق على نفسها، لاحظناه الآن. هذه من أكبر طبعا، جاية في وسط ثمامة فارتفعت قليلا وكبرت أجزائها، سبحان الله. من الليل الآن، الليل بدأ يظلم، بدأت تضم أوراقها. هذا العشرق، وهذا الذي يفرق عن السنة، السنة يجي مثلث أو يجي زي يعني، هذا ليس دائري إنما يجي على شكل، سبحان الله. وهذا السنة شوف ارتفاعه ومتخشب عواده، شوف الثمرة والورد ثمار مسطحة كما قلنا سابقا، الورق أيضا. هذا هو السنة، ارتفاع طويل.